عبوة دوا تحبوا عبوة يلا ما عرفش الناس واش حصلت هذا ما تصدانيش فراسي شو واقع دير مات مساء الخير عليكم. بغيت نعرف واش كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش. بغيت نهضر في واحد الموضوع اللي مهم بزاف على قبل هاد الحكومه هاد القرارات ديالها اللي كدير في اخر لحظه بات في الموت ديال مئات الناس. انا لوتوروت اللي جيت فيها غير من كازا لمخف محمد ديال 3 السوايع وانا في الطريق والناس ماتوا لي زاكسيدون بزاف على هاد الشيء بزاف. ما فهمتش واش عندهم الناس واش عندهم الشعب حيوان. بغيت نفهم بغيت نفهم واش هاد الدولة واش هاد الحكومة عندها الشعب حشارة اللي كتاخد قرار مع ست العشية وتبقوا مع 12 الليل عباد الله في الحواجر ويقول لك لا واه ما كاينش دخل مسدود المغرب كله مسدود ودابا الشوها كاينة خوتي غادي يموت. شفت الطرقان عباد الله ما يمكنش. انا كلي كترعد كلي درت من كازا المحمدية مازال انا في الدروس ديال دخلت المحمدية ونجيت من قصيدة باعجوبة كنت غادي نمشي فيها انا وعائلتي وكل كثرات محشومة بزاف ديال القصيدة بزاف الموتى بزاف ديال الناس مشاو فيها. راه عرفتي الناس اللي ماتوا في هاد القصيدة الناس اللي ماتوا في هاد المهادرة ما ماتوش في كورونا جوفوليوشيوخ. اقسم بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في هاد القرارات الطائشة اللي ما عندهاش لا استراتيجي لا عقل وكيدمروا الشعب يديهم حشومة عيب وعار. بارطاجيو هاد الميساج لو ماكسيموم حسبي الله ونعم الوكيل في كاع اللي دار هادشي.